حافظة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالبة أسيا عبيد من مواليد 78، كنقرب دار الفقيهة السنة الثانية للعلوم الشرعية، حافظة ومحفظة. تختلف القصص مع القرآن الكريم من حافظة إلى أخرى، وتتآلف وتلتقي في بعض ميزاتها، فمن بين القواسم المشتركة انقسام العلاقة بالقرآن الكريم إلى مرحلتين. الأولى تتسم بالتقطع أحياناً وحضور محفز على اقتحام العقبة وبدء حفظه بالكامل، والثانية بداية مشروع حفظ القرآن بشكل مستدام يتجاوز الموسمية إلى الانضباط في حلقاته. كانت أسيا عبيد ضمن المرحلتين تتميز بالقابلية على ربط علاقة عميقة بالقرآن الكريم. بدأت عندما كانت تفوز بالجوائز التي يقدمها الأخ الأكبر لمن تستطيع حفظ أكبر عدد من آيات القرآن الكريم، ثم تطورت إلى الالتحاق بأقسام دار الفقيهة التي رأت النور بالعاصمة الشرقية للمملكة. التحقت هذه سنتين، التحقت بدار الفقيهة. العام الأول درت الحفظ، كملت الحفظ القرآن، درت السلكة الثانية. والعام الثاني التحقت بالقسم نتاع العلوم الشرعية، بديت كنقرأ العلوم الشرعية مع الفوج الثاني اللي تخرج. اكتسبت دار الفقيهة صيتا واسعا بمدينة وجدة تحديدا والمدن الشرقية بصفة عامة، لدورها في احتضان الكثير من الكفاءات في ميادين مختلفة من العلوم الشرعية وعلوم القرآن الكريم، وتلبيتها احتياجات كثيرة في تكوين وتدريس الواعظات والمحفظات. دورها القوي وإشعاعها الكبير فرض تسليط الأضواء على سيرة مؤسسة تكبر عمرها، وهي التي رأت النور في 28 من فبراير 2008 على يد المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة، وبهبة إحصانية من إحدى العائلات المعروفة بالمدينة، تحولت في وقت وجيز إلى وجهة مفضلة للكثير من الراغبات في حفظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الشرعية. بنت المؤسسة قوتها على هيكلة متينة قامت على تدبير إداري يسمح باختيار المجال التعليمي. قسم العلوم الشرعية فهو يدرس أصول الفقه والفقه ومصطلح الحديث والمواريث والبلاغة والنصوص الأدبية والنحو والقرآن تفسيرا وأحكاما للتجويد وقراءات. والقرآن الكريم طبعا معروف أنه يحفظ الطالبات من 7 سنوات إلى 70 سنة، ومفتوح للجميع. لم تجعل دار الفقيهة من نفسها حكرا على فئة دون غيرها، فأرست نظاما تعليميا يسمح للجميع بولوجها وفق اختيارات مركزة. وجهت اهتمامها إلى قسمين كبيرين يهتم أحدهما بعلوم القرآن تحفيظا وتجويدا وتعليما للقواعد وبحثا في القراءات، ويختص الثاني بالعلوم الشرعية. سلاسة القوانين الداخلية للمؤسسة فتحت بابا كبيرا أمام النساء بدون تعقيد في المساطر والمعايير، ما جعل مختلف المستويات يستفدن من الخيرات التعليمية للمؤسسة. وجدت مؤسسة دار الفقيهة أرضا خصبة تتمثل في قاعدة النساء الراغبات في ولوج مؤسسات تدريس العلوم الشرعية وعلوم القرآن الكريم وتحفيظه، ووجدت في المقابل حاجة ماسة في ظل النقص الكبير في المعاهد المتخصصة في تحفيظ وتدريس النساء هذه العلوم، ففتحت أبوابها في سياق زمني يشكل أوج الصحوة في إقبال النساء على المساجد، ما يجعل السؤال عن الإقبال بسيطا في الإجابة. المرأة المؤمنة والحمد لله تعرف إقبالا كبيرا على كتاب الله عز وجل وعلى تعلم العلوم الشرعية، ومستوى الطالبات اللواتي يدرسن في قسم العلوم الشرعية يتفاوت مستواهن، ولكن أغلبهن حاصلات على الإجازة في مختلف التخصصات. لم تنحصر المؤسسة في دائرة التدريس والتحفيظ،
فتحت دار الفقيهة آفاقا واسعة لتثقيف المستفيدات وتوسيع معارفهن عبر أنشطة موازية مكثفة. تنظم دورات بعناوين تمليها المواعيد والذكريات السنوية أحيانا، وتمليها الحاجة العلمية أخرى كندوات وأيام ثقافية في علاقة المرأة بالعلوم الشرعية والسيرة النبوية وأعلام العلماء المغاربة. تحويل المؤسسة إلى وجهة لنساء وجدة جعلها تعرف إقبالا منقطع النظير، ما أدى إلى نجاحها في تخريج الفوج الأول الذي قضى 3 سنوات بين المحاضن العلمية للمؤسسة. مدة الدراسة بدار الفقه في العلوم الشرعية 3 سنوات، وقد سبق أن تخرج الفوج الأول منه، ونحن الآن مع الفوج الثاني الذي يتابع دراسته بدار الفقيهة. لا نعطي شواهد، إنما نعطي يعني شبه شهادات فيها نوع، فيها تنويه وشكر للطالبات. الشهادة الكبرى التي تسعى سيا إلى تحصيلها من هذه المؤسسة هي النهل من العلوم التي تغني مجالسها العلمية بعد استطاعتها إعادة تثبيت القرآن الكريم في سنتها الأولى بدار الفقيهة، متوجهة إلى قسم العلوم الشرعية للاستزادة وتوسيع المعارف. الدخول إلى دار الفقيهة أشبه بنوع من التتويج لمسيرة في الشد والجذب بين آسيا عبيد وبين الإرادة لحفظ القرآن الكريم، فآسيا لا يخطئها الاجتهاد في العلاقة المتقطعة بالقرآن الكريم، لكنها لم تدخل في مسيرة حفظه بطريقة مستمرة إلا في مرحلة متقدمة. كيف بدأت العلاقة مع القرآن وكيف كانت، ومتى انتقلت إلى مشروع ازدادت روابط آسية به لتحول كل اهتماماتها لحفظه وتثبيته ونهل علومه؟ كان الدافع ديالي هو الأخ ديالي، كان كل مرة كيدفعنا يعني في ديك العطلة الصيفية كنا كنحفظوا أنا والأخوات ديالي، كنحفظوا في ديك العطلة، ومن بعد ملي ندخلوا نقراو كنساو داك الشيء ونتلاها وعاود حتى العطلة الصيفية ونعاودوا نفس الاخر. من بعد ملي انقطعت عن الدراسة وداك الشيء بقيت غير جالسة، قلت غادي ندخل نحفظ القرآن. دخلت واستمرت واحد المدة وانقطعت، ومن بعد عاود يعني جاني واحد الدافع بغيت نولي نرجع نحفظ القرآن، فرجعت حفظت القرآن وكملته. لم تكن آسيا عبيد بعيدة عن القرآن الكريم، كانت تحوم حوله بين الفينة والأخرى، تحفظه في العطل السنوية في مسابقات أسرية ينظمها الأخ الأكبر، الفوز فيها لمن يستطيع إثبات ذاته في حفظ صوره وآياته. حظيت آسيا بأغلب الجوائز لاجتهادها، وكانت هذه أولى المؤشرات عن مستقبل الارتباط بالقرآن الكريم. من اللي بديت الحفظ ديالي من الأول استعملت اللوح، كانت تقولنا الأستاذة يعني الحفظ على اللوح مزيان. المميزات ديال الحفظ على اللوح أنك تعقلي على الكلمة من تكوني تحفظي تبقي تمشي هكا معاها بالسطر، يعني داك الشيء كيف ما مكتوب في اللوح تعقلي عليه. دوره في ترسيخ وتثبيت القرآن في الذاكرة والوجدان جعل اللوحة يتربع على عرش الوسائل المعتمدة. لم تبتعد مساجد الجهة الشرقية للمملكة عن هذا التقليد. تظهر نتائج استعمال اللوح والمحبرة والقلم القصبي في نموذج آسيا عبيد، فقد ساهمت في انتقالها بسرعة كبيرة في عملية الحفظ من حفظ أسبوعي إلى يومي، وبأجزاء تتزايد إلى أن أكملت الحفظ. كنت كنحفظ تومون يعني كل مرة كنجيب فيها 4 أيام 5 أيام، من بعد وليت داك ندير تومون في اليوم، ومن بعد ملي قربت يعني على باش نكمل القرآن الكريم بغيت نزرب درت ربع في اليوم. كانت آسيا تسارع الزمن، هدفها حفظ القرآن الكريم كاملا في وقت وجيز، فضاعفت مما تحفظه لترتقي من ثمن إلى ربع في اليوم، حتى حصلت على أولى الختمات للقرآن الكريم لتبدأ المراحل الموالية. فختم القرآن بالنسبة لآسيا يعد مناسبة تولد فيها أمانة ثقيلة لمواصلة التثبيت والمراجعة المستمرة والدائمة.
تنضم أسيا إلى حلقات لحفظ القرآن الكريم في البيت رفقة صديقاتها في الدراسة بمعهد دار الفقيهة. هنا تقوم المجموعة بمراجعة 4 إلى 5 أحزاب في اليوم. تسهم المراجعة الجماعية في إعلاء جو التنافس بين المستفيدات. كنراجعوا يعني كنحدوا واحد المجموعه ديال الاحزاب على الاقل، يعني خصنا ديك 5 4 ما ننزلوش عليها. كنديروها هي مزيان كتكون يوميا، كنديروها بالعشيه لان حيت الصباح كنكونوا نقراو هنايا، ونراجعوا دوك الاحزاب ديالنا. في الايام اللي كيكون عندنا امتحانات ديال الاخر كنبقاو نراجعوا الدروس ديال الامتحانات اللي عندنا. من بعد كنسالوا الامتحانات كنرجعوا للبرنامج ديال القران ديالنا. القاعدة التي لا تغيب تكمن في علاقة انتهاء الحافظة من ختم القرآن والتفكير في تحفيظ الآخرين، فنهاية المرحلة الأولى تعني بداية الثانية، والطبيعة التي لا تقبل الفراغ عند عموم الناس هي نفسها الطبيعة التي لا يجد الفراغ إليها ملاذا عند النساء اللواتي تعلقت قلوبهن بالقرآن الكريم. البداية الثانية هنا في حضرة حلقات الصغار. تعلمهم أسيا عبيد ما تعلمته من القرآن الكريم حفظا وقواعد. تعي أسيا طبيعة الظروف التي يعيش فيها كل فرد من المستفيدين حتى تتمكن من سن منهج تعليمي يسعى إلى صنع التوازن بين الإيجابيات والنواقص. ترى كيف بدأت عملية التحفيظ، وما طبيعة الأساليب التي تحتكم إليها أسيا عبيد تجاه الجيل الجديد. بديت هذه يلا يعني مدة شهرين باللي باش بديت هاد التحفيظ. هي كان الرسول عليه الصلاة والسلام كيقول لك بلغوا عني ولو آية، وبما أننا يعني حفظنا وداك الشيء يعني نبلغوا هاد اللي عطانا الله عز وجل نبلغوه. فكانوا جمعية أولياء آباء والأمهات ديالها واحد المدرسة بغوا يحفظوا وليداتهم، واتصلوا هنايا بالدار الفقيهة يعني قالوا لهم بغينا شي حافظة يعني تحفظ لنا الوليدات. فأرسل لي الأستاذ أنايا واحد الحافظة حفظت هذا العام، فكانت بيناتنا القرعة من بينهم اختاروني أنا ومشيت يعني بشرت تدريس. تتعامل أسيا عبيد مع مستويات مختلفة قاسمها المشترك يكمن في ضعف التمكن من اللغة العربية، المخارج والصفات وقواعد الصرف والتحويل ومشاكل في النطق، إشكالات تفرض نفسها في البداية، خصوصا وأن عملية تحفيظ الأطفال لا زالت حديثة. تنقسم عملية تحفيظ الأطفال بين يدي أسيا عبيد إلى مرحلتين. الأولى تركز على محاربة التعثر الحاصل في نطق الحروف، وهي العملية التي لا تلبيها المؤسسات التعليمية. وفي المرحلة الثانية استندت أسيا إلى أساليب التعليم والتحفيظ التي خضعت لها، تتمثل في نهج تكرار الآيات والسور إلى حين تثبيتها، تليها عمليات الاستظهار المباشرة. المسؤولية الجديدة في حياة أسيا ستغير الكثير وتمنح لحلمها الأول جرعة جديدة، نقلها من لقب حافظة لكتاب الله إلى محفظة تسعى إلى نشره بين الناس. باغيه يعني نزيد في التدريس، يعني نكون مزيان يتخرجوا على يدي يعني حافظات وحافظ ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونزيد ان شاء الله نطلب العلم، لان ماشي هذا هو الانتهاء، يعني راح نعد طلبه للعلم ان شاء الله.